ريمي درباس. مساء الخير ريمي. مساء النور مالك، لكم المشاهدين. مساء الخير، وان شاء الله وان شاء الله على سلامه ريمي. إليك قد ايه تيستد بوزيتيف بكوفيد 19؟ أنا نهار الاثنين عملت التاست، بس طلعت النتيجة بوزيتيف. بس فيني أقول إني كنت حاسة إني لقطت كورونا، وهي أول مرة، ودغري حسيت بعوارض لحالي. نزلت على المستشفى، عادة بتردد بسأل الحكيم شو قولك هالمرة، بنزل ولا بأجل لبكرة؟ لأنه أنا تقريبا عامل الـ PCR تقريبا كنت بعمل مرة كل جمعة مرة، وعصحت السلامة بسبب شغلة. فنهار التنين لما بلشت العوارض حسيتها منه عوارض رشح، دغري ضليت نازلة على المستشفى وعملت PCR. كيف العوارض هالمرة اختلفت عن العوارض اللي كنت تشعر فيها قبل رشح عادي او فلو عادي؟ شو العوارض اللي هالمرة خلتك تقولي لربما على الأرجح هو كورونا؟ هلا هي مش بس عوارض بس مالك، هي عوارض. وانت يعني اذا بتراقب انت وين كنت قبل ما تشعر بهيدي العوارض. يعني انا اخر تقرير كنت عم بعمله كنت باحد المحلات، وما كنت اخذ الاحتياطات اللازمه، بس ما بدي اقول وين، من خلال شغلي فليت من هداك المحل اللي هو كثير محل حساس، وحسيت انه يعني ما ارتحت. يعني هذا الحكي الثبت لما بلشت العوارض التنين، كرمال هيك كنت مقتنعة. سو عوارض وين كنت أنا ربطتهم ببعضهم، إحساسي ما خيب. بعد يومين من أنت تستت بوزيتيف ريمي، اليوم أنت أي عوارض عم تلمسيها؟ أوكي، وجع راس مستمر من نهار التنين، ما بيوقف ولا على بنادول ولا على شيء. وجع جسم مثل اللي عم بيشكل سمير بجسمك، حرارة بتطلع وبتنزل على الدواء، أحى من وقت للتاني سعلي، مرات بعطس مرات لا، بس انحطاط كلي بتخذ، يعني مش عارفة قوم أنجح بنفس الوضع. عم نسمع بنشرات الاخبار، عم نلمس على ارض الواقع، الادويه عم تنقطع شوي شوي. قدرتي تحصلي على كل العده اللي لازم يكون حدا عم بيواجه تداعيات فيروس كوفيد 19؟ لا، في فقدان للادويه، خاصه الدواء الاساسي ديترو ماكس، اذا ماني غلطانه. نعم. الدواء الوحيد اللي عم بقدر احفظه، ما لا بعد ما لقيته عم حاول، يعني مش بس مقطوع، يعني مش بس انا ما عم بقدر لاقيه، يعني هو مقطوع بشكل عام. نعم. هيدا الدواء باقي ما تبقى لا موجودين، اللي هو زنك، اللي هو فيتامين دي، اللي يعني حتى الاوكسيميتر اللي هو لازم نقيس الاكسجين، كمان كله صارت العده جاهزه عندي باستثناء الديترو ماكس مثل ما قلت لك. ريمي، بيقولوا حسب الدراسات بتقول انه بيك كورونا ممكن يكون باليوم الخامس يوم السادس بعد الاصابه، كيف عم تتحضري لمرحله ممكن لا سمح الله الف مره العوارض تشتد وانت من ادرى الناس بوضع المستشفيات اليوم وحجم استيعابها؟ مضبوط مالك، يعني بتمنى ما يوصل البيك تبع الكورونا اللي هو بعد 4 5 ايام مثل ما عم بتقول. يعني ان شاء الله نضل هيك بعده شوي محمول. يعني بعرف انه انا اذا بدي اقوم من تختي لروح على اي مستشفى فتش ما في محل لإلي، وهون رح اسمح لحالي اخبر شيء شفته النهار اللي نزلت عملت فحص البي سي ار. انا شفت حدا فارش حريم ونايم على الفرشه بين المستشفى، لانه ما له محل هو. هالقد كان تعبان اضطر ينزل فرشته وحريمه، ضل برا لحتى عطيه الادويه، بس لانه ما قادر يفوت لجوا، بس صار منيح فل على البيت. يعني لهالدرجه الوضع صعب، لهالدرجه مدري العربي المشبرح. ريمي، استفزك تسكير البلد واللوك داون الجديد على قاعده 6 و6 مكرر؟ للاسف مالك، ولا لوك داون انعمل من اول ما اجت كورونا على لبنان. لوك داون مضبوط، يعني يا سكروا كل شيء يا فتحوا كل شيء. بعدين وين من الاسره؟ وين الاسره اللي نحن ناطرينهم من الشباط انه ينزادوا؟
ما بعرف، في بعتذر كمان على التعبير، انفصام بالقرارات اللي عم تتاخذ والاستثناءات المضحكه، الاستثناءات اللي بتقريها يمكن بدك ساعه لتقري الاستثناءات، قد ما في استثناءات كل البلد عشوائي مفتوح. انا رايي يقولوا شو هن مسكرين، لانه هن اثنين ثلاثه اللي مسكرين، اللي فاتحين اللي هن مستثنيين هن عددهم اكبر بكثير، وهذا الشيء شفناه باللوك داون الماضي وتكرر هلا. بعدين انا ضد انه المطار يضل مفتوح طالما نحن، يعني هيدا اول استثناء بالنسبه لي انا كريم، بلاقي غلط انه انت استثنيت المطار، قالوا انت عم تسمح لحالك تستثني اي شيء، يعني تعمل مقاربه لكل موضوع بموضوع. بعرف في ناس كثير رح يقولوا ما نحن اصلا ميتين من وضع الاقتصاد، ميتين ما عم نلاقي الاكل لناكل، كمان معها لانه بالمقابل الدولي اذا بدها تسكر اليوم بدها تقرر انه هي تامن كل شيء للعالم، وهذا شيء غير ممكن بظل دوله مفلسه خليني اقول ومنهاره. ولكن كمان ما فيكم تجوا اليوم تقولوا للعالم اقعدوا ببيتكم ما تشتغلوا وما تامنوا لهم شيء، اللي هو ابسط شيء الدواء اللي هو ابسط شيء اليوم منه متوفر لمين ما كان. دولة فاشلة، دولة منهارة، سياسيين ومسؤولين بلا ما نحكي عن حس المسؤولية عندهم، ولكن أيضا بالمقلب الآخر في مواطن، في مناطق بتستهتر، في مواطن بيستهتر، مواطن بيقلك مثل ما أنت عم بتقولي، في مواطن بيقلك أنا بدي أمن لقمة عيشة، وهيك نحن ميتين. صحيح مضبوط، أنا ما راح أحط المسؤولية كلها على الدولة، بس اليوم كمان بلوم الدولة على شغلة، إنه هي لما بتجي بتزت الموضوع عند المواطن، يعني عم تقول له للمواطن روح حط كمامه، روح توقع انت، بما معناه دبر راسك، لانه هي ما عملت شغلها، هي المطلوب منها كدوله اليوم تامن الاسره بالمستشفيات، عملي دورك انت يا دوله لحتى المواطن يعمل دوره، على القليله واحد منهم لازم هو يقول انا اللي بدي اتصرف، قال له يا مواطن انت لازم تاخذ المبادره وتقول هيدي انا دوله، انا عايش بمحل الدولة ما قادرة تعمل لي شيء، خليني أنا حافظ على سلامتي أحسن ما ألجأ لهيدي الدولة بيوم من الأيام وما أقدر ما تقدر تساعدني. المستفز ريمي، كنت عم شوف شوي على تويتر بعد راس سنة، كان في نقاش حول حفلات راس سنة والسولد اوت بحفلات راس سنة، وفي ناس كانت عم بتقول بيعتبروها حرية شخصية ونحن بدنا نعيش ونحن بنحب الحياة، كلام مستفز بوضع هالقد دقيق. والمضحك المبكي، في بعض الفنانين يلي كانوا وجوه لحملات توعية كانوا عم بيشاركوا بحفلات راس سنة بأماكن مكتظة، بأماكن مسكرة، خان وأرجيلة وناس فوق بعض وإلى آخره. برأيك المسؤولية هون اليوم على مين؟ على المواطن، على الدولة، على المنظمين، أو على الفنانين اللي هن ناس بتقتدي فيهم أيضا؟ برجع بقول لك المسؤولية بتتوزع على كل الأشخاص، بس خلينا كمان نعطي كل واحد حقه. أنا ما فيني لوم المواطن اللي كمان بمكان ما صار له قديش محجور، ومن شباط الماضي يعني كذا كذا أزمة أزمة وراء أزمة. إذا الدولة اليوم عم تقول له أنت فيك تروح تسهر بس خذ احتياطاتك، يعني هي شالت المسؤولية عنه وزتتها عنده. يعني بهذا الموضوع حتى ما رح، يعني يجوز إنه القرارات غلط، ويجوز إنه المواطن برجع بقول كان هو لازم يتحمل مسؤولية. أنا يعني بما أنك حكيت عن راس السنة، أنا من الأشخاص اللي سهروا راس السنة بس أخذت احتياطاتي، وما بعرف بلاش حديثي عم أقول لك لقطت أنا بظن قلت لك من المحل اللي كنت موجودة فيه، يعني ما بعرف مع مين بدي أحط الحق هلا، يعني كمان ما فينا مع العلم ربيع، الأرقام بتقول إنه 70% من الإصابات هي كناية عن إصابات صارت جراء تجمعات داخل المنزل. وان شاء الله ما تكون يعني حفله راس السنه وسهره راس السنه داخل البيوت هي ايضا تعطي ارقام اكثر، لانه بدنا ننطر على القليله من 7 ل 10 ايام لنعرف شو الارقام الحقيقيه جراء احتفالات راس السنه. شكرا لك ريمي، وان شاء الله على سلامه بانتظار هذا اللقاح اللي هو الامل الوحيد تقدر تقطع الانسانيه هذه الجائحه. بتمنى بهالوقت كل شخص ما خصه بالطب وما خصه بالعلم يسكت وما يسمعنا صوته بموضوع اللقاح، لانه المضحك المبكي لما بشوف ناس ما عندهم اي معلومات بموضوع الطب والعلم بصيروا بنظروا بموضوع اللقاحات. وتحيه لكل
لكل الطاقم الطبي، لكل الأطباء، الممرضين، الممرضات، الصليب الأحمر اللبناني، أيضا الإعلاميين. اليوم في كتير إصابات أيضا عند الزملاء الإعلاميين بهذه الفترة، كمان عم بيكونوا بالخطوط الأمامية. ورجاء خاص لكل المواطنين، لكل اللي عم يحضرونا، نقطع هذه المرحلة كمامة وشوية إجراءات ممكن فعلا تقطع لنا هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن. شكرا لك رمي، وإن شاء الله على ألف سلامة.